ايه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من ايه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجا معاه. ما يجيبش مين؟ أجوجا. أجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجا؟ اه. وأنت عرفت اسمها منين؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكى لي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة. طيب امشي من قدامي. ايه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجارة. خلاص صفصفت علينا احنا، كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفدية ونخلص. احنا معانا فلوس كتير قوي، حد منهم يجي معانا المطار يديله فلوس ونمشي. نعم يا اخويا، احنا كنا شفنا الولد كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق ما ندفع ولا مليم، وبدل احنا ما نتثبتش في اي حته كده سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زهر اصبر، مصر مش هتسيبنا. اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها، انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سالنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ناجي، فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استعدوا، سيتم الافراج عنكم. ايوه. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. استعدوا، سيتم الإفراج عنكم. هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية. صدق بالله أنا مش عايز أمشي من هنا. ومين سامعك؟ تعالوا معايا علشان تقابلوا المندوب ويتم التسليم. يلا. أنا مش متصور إن الحكومة المصرية تهتم وتسأل علينا كده. لا وإيه؟ بعتلي كمان باجت عبد العزيز؟ أنا ما كنتش حاسس إن إحنا عزاز على مصر بالطريقة دي. إزيك يا باجت؟ أنا مش باجت يا سيادة العميد. شفت، بدام عارف عميد وعارف إن أنا خرجت عميد تبقى أنت باجت. على مو مش مهم، المهم إنك أنت مصري. آه، المهم إن أنا مصري. أنا العقيد فؤاد الضوي. فؤاد الضوي، فؤاد الضوي يا راجل، ده انا عارف دفعتك كلها. لو كنت يعني انت ناس افكرك. اه، هشام الشلقاني وعبد الرازق حلمي وعز الدين امام وعادل العسيلي وطبعا فاكر اللي هو حسين توفيق، ده اللي مره قدر الدفعه بتاعتكم كلها. اه امال اللي هو حسين توفيق ده كان راجل عنيد قوي. ها بس كان طيب، هو كان دمه خفيف الحقيقه. يا سلام على اللي هو حسين توفيق، ده كان من ابطال حرب اكتوبر العظام. الراجل ده عمل عمايل شيب اليهود، شيبهم الله يرحمه. اعتقد ان احنا
الراجل ده يستحق مننا اللي احنا نقرا الفاتحه على روحه. امين. وشهاده الناس دول مش مصريين، دول موساد اسرائيلي. شفت؟ هما دول الموساد يتخطوا حدودهم ويطمعوا في حدودك انت، والبجاعه يرفعوا في وشك السلاح يهزوا هيبتك قدام اهلك وناسك ورجالتك. نزلوا سلاحكم. في ايه يا ناجي؟ احنا هندفع لك فيهم قد ما المصريين هيدفعوا اكتر، ده اذا المصريين دفعوا اصلا. هتدفعوا تحت تهديد السلاح؟ نزلوا سلاحكم. ما اعتقدش هيفيدوك في حاجه، اللي هتفيدك هي الفلوس اللي خطفتهم عشانها. فلوس الدنيا كلها ما تسويش انك انت ترفع السلاح في وشهم. في ايه يا ناجي؟ نحن لا نسعى الى المال، انما لنا قضيه نريد ان يعرفها العالم كله. واحنا بنعرفها كويس، بس ما تعرفوش الكرامه. نعم، مثل ما قال، انتم لا تعرفون الكرامه. الا الكرامه، الا الكرامه.